Hi everyone, with you Miss شيماء منير. أنا موطية صوتي لأن أنا دلوقتي في أوضة البنات. الساعة دلوقتي 7 الصبح، المفروض إن أنا صحيهم عشان نعمل الديلي روتين، الروتين اليومي. النهاردة لمارو وليندا هيعرفوكم اليوم بتاعهم بيمشي إزاي. يلا بينا نصحيهم. لامار، ليندا، ويك أب. لامار، ويك أب. Good morning. Okay, good morning, Lamar. Linda, good morning. Wake up. Good morning, Mommy. Good morning, Linda. What is the time now? It's 7 o'clock. الساعة 7. Come on, wake up. Hi, everyone. I'm Lamar. I am Linda. النهاردة هنعمل مع بعض الديلي روتين. اوكي، النهارده هتعملوا مع بعض الديلي روتين. يلا نعرف اصحابنا يومنا بيمشي ازاي. مبدئيا اول ما نصحى من النوم بنعمل ايه؟ بنصلي الصبح. الصبح كام ركعه؟ ركعتين. اوكي يلا بينا نتوضى ونصلي ونرجع لهم تاني. استنونا. ورجعنا لكم تاني بعد البنات ما اتوضت وصلت. دلوقتي وقت ايه؟ Let's make the bed. هنرتب السراير. يلا بينا بسرعه. Quickly. Come on. Very good. Excellent. برافو عليكم بنات، شاطرين خالص. اوكي. خلصنا خلاص ترتيب السراير؟ Yes. اوكي دلوقتي ميعاد ايه؟ Let's make the breakfast. يلا نعمل الفطار. يلا ناخد اصحابنا ونروح الكيتشن المطبخ ونحضر الفطار. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني. احنا دلوقتي في الكيتشن في المطبخ. معانا ايه يا اولاد لاصحابنا؟ معانا كيوكمبر. وايه يا ليندا؟ وتوميتو. معانا خيار وطماطم. مهم جدا ان اولادنا ياكلوا الصبح فيجيتابلز، خضروات. اوكي طيب هناكل ايه جنبهم؟ معانا ايه؟ معانا توست. اوكي وايه؟ رومي تشيز. اوكي يبقى كده هنعمل ساندويتش توست بالرومي تشيز، هنحطه هنا في التوستر. اوكي ممكن تعملوا جنبه تي وذ شاي بلبن باستخدام البويلر ده. اوكي تمام، هنعمل دلوقتي الساندويتش ونرجع لكم تاني. استنونا. ورجعنا تاني. دلوقتي ده شكل التوست بعد ما طلع من التوستر. لو انتم ما عندكمش توستر ممكن تعملوه عادي في بان زي دي، في طاسه زي دي على النار، وبتطلع نفس النتيجه. اوكي طبعا احنا ما استخدمناش، ولادي ما استخدموش السكينه اللي هي الكبيره، هما بيستخدموا السكينه دي النايف دي زي ما انتم شايفين بتاعه الاطفال. اوكي دلوقتي بقى هيفطروا ويرجع لكم تاني. استنونا. دلوقتي هما خلاص هيحطوا الفطار في البلكونه، هيفطروا في البلكونه. الساعه دلوقتي حوالي 8 o'clock. الساعه دلوقتي 8. هيفطروا ونرجع لكم تاني نكمل الديلي روتين. ورجعنا لكم تاني. بعد ولادي خلاص ما خلصوا الفطار بالف هنا، بعد ما بتخلص الفطار الباقي دي بنحطها فين؟ بنحطها في الديش ووشر. هنحطها في غساله الاطباق عشان تسهلوا عليا عمليه الغسيل. اوكي يلا بينا نحطها ونشوف نكمل بقيه الروتين معانا. يلا بينا مكملين مع بعض الروتين. دلوقتي انا هخلي لامار تساعدني وتعمل ايه؟ هخليها سواب ذا فلور، تمسح الارض. لامار ممكن تساعديني وتمسح الارض؟ اوكي مامي. اوكي يلا يا لامار. ثانك يو لامار، شكرا جدا ان انت بتساعديني. مهم جدا ان احنا نخلي اولادنا يساعدونا في البيت. اوكي يلا يا لامار امسح الارض. مش طول الوقت قاعدين قدام الكمبيوتر او اللابتوب او حتى الايباد، مهم جدا ان هم يساعدوني في البيت. هنخلص ونرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين برضو الصوفة عندي مش مترتبة، انا هخلي ليندا تساعدني فيها. لازم ولادنا يساعدونا في البيت. ليندا ممكن تساعديني وتعملي الصوفة؟ اوكي مامي. اوكي هنرتب الصوفة ونرجع لكم تاني. استنونا. طبعا مش كل الوقت زي ما احنا قلنا هيقعدوا يلعبوا، لازم نقعد نعمل ريفيجن شويه، يقعدوا يراجعوا شويه. ممكن يقعدوا يراجعوا على القران لو هم حافظين اي صور، او يراجعوا على انجلش ماث عربيك اند سو اون. اوكي النهارده هنراجع مع بعض على قاعده خفيفه جدا ولذيذه، فيرب تو بي، فعل يكون. فعل يكون يا بنات بيتكون من ايه؟ ام از ار. ام بيجي معاها اي، ام بيجي معاها اي. is بتاخد ايه؟ هي شي ات. ار بيجي معاها ايه؟ they we you. they we you ببساطه جدا، وتحلوا عليها exercises and so on. اوكي طيب احنا دلوقتي هنخلص الجزء الخاص بالeducation ونرجع لكم تاني. انا سبتهم فتره ورجعت لقيتهم بلون، وانتوا هتشوفوا كده بيعملوا ايه.
Hey, what are you doing? بتعملوا ايه؟ الله انتوا بتلونوا؟ Yes. Okay, لمان انت بتلوني ايه؟ Snow White. جميلة قوي. وانت يا ليندا؟ Cinderella. Beautiful. جمالة جدا. اوكي انا هسيبكم تخلصوا تلوين لان طبعا بعد ما ذاكرنا لازم يفصلوا شويه يلونوا او يعملوا اي حاجه بيحبوها. انا هسيبهم يخلصوا تلوين ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني في اخر جزء من الروتين. زي ما انتم شايفين كده احنا نزلنا الجاردن، انا هخلي البنات تلعب شويه، لازم يطلعوا الطاقه اللي جواهم. هما دلوقتي قاعدين على سوينج على المرجيحه بيلعبوا. طبعا الفيديو ده كان الهدف بتاعه الاساسي ان احنا ممكن نضيع يومنا من غير موبايل كتير او ايباد. اوكي طيب يا بنات ممكن نختم الفيديو، بس لو عجبكم الفيديو تعملوا باي وشير وسبسكرايب، واحنا مستنيين منكم الفيديوهات الخاصه بالايه بالديلي روتين. واستنوني انا هقول لكم معلومات مهمه في اخر الفيديو، اهم الكلمات اللي اتقالت في الفيديو. ثانكس واتشينج اند سي يو سون. باي. هاي everyone with you Miss شيماء منير. رجعت لكم تاني زي ما اتفقت معاكم ان انا هقول لكم الكلمات اللي احنا قلناها في الفيديو الخاص ب الديلي روتين اللي هو الروتين اليومي. يلا بينا نبتدي على طول ونشوف الكلمات. احنا قلنا في الفيديو كلمة make the bed، يرتب السرير، make the bed. كمان خدنا breakfast، الفطار، breakfast. اوكي قولي كمان في الفيديو كلمة toaster وهي آلة تحميص الخبز، toaster. toaster. اوكي كمان خدنا كلمة cucumber، الخيار، cucumber. cucumber. اوكي كمان قلنا tomato، الطماطم، tomato. very good. لسه مكملين مع بعض الكلمات. قلنا كمان كلمة pan اللي هي الطاسة او القلاية، pan. 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 اوكي كمان قلنا كلمة balcony وهي البلكونة، balcony. balcony. اوكي تي، الشاي، تي. milk، اللبن، milk او الحليب، milk. اوكي لسه مكملين مع بعض الكلمات. قلنا كمان swab، يكنس او يمسح، swab. اوكي كمان عندي كلمة dishwasher وهي غسالة الاطباق، dishwasher. again dishwasher. اوكي خدنا كمان بويلر وهي الغلاية، بويلر، الغلاية او بنا عليها الكاتل، بويلر. اوكي كمان قلنا كالرينج، يلون، كالرينج. اوكي اخر كلمة معايا وهي جاردن، حديقة، جاردن. وبكده احنا قلنا Thanks for watching and see you soon. Bye.